حدث هذا القط في البداية كنت أبحث الفتاة التي قدمها لي الأستاذ رسول البارح تحولت إلى شخصية أخرى إلى أم قاسم فعلا والله لم أتعرف عليك وأنا بكل تقاطيع الوجه بكل حركتك بكل تتمتعين في طاقة لا إله إلا الله الله يحميك طاقة رائعة مسؤولية اختيار النص وهذا النص الذي اخترته فارق والمخلص شكرا على اختيار هذا النص وشكرا على